أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نكمل طبعا اللي هو وصلنا في المحاضرة السابقة لعند اللي هو السكيل اللي هو نمبر 2 اللي هو بالبيشن. بس عشان نتذكر احنا بنتكلم في السكيلز اللي هي بنعمل فيها بداية الفيزيكال اكزامينيشن، وبدينا بالانسبكشن، بعدين هنشتغل على البالبيشن، وبعديها هيكون بيركشن، بعدين اوسكالتيشن. واحنا قلنا في الانسبكشن دايما بنستخدم ايه، اذا بتتذكروا هذه الشريحه بنتذكر ايش اهم شيء، انه بستخدم قاعد عمالي انا الفيجن والسميل، وبعدين رحت ايش وقفت على يمين المريض، بعدين وصلت البالبيشن. البالبيشن بقول لي تاتش فيل وذ هاندز تو ديترماين، يعني انا بمسك ايديا. اذا ملاحظين الصوره اللي هنا هي مقصوده انه انا بستخدم راحه اليد وراحه الاصابع، يعني الايدين من قدام، الا في حاله واحده لقدام هقول لكم ليش بنستخدم اللي هو لا عكس الايد، يعني ظهر الايد. ظهر الايد من الان بقول لكم هي بتستخدم لقياس حراره الانسان، يعني كمعرفه عامه سخن ولا مش سخن. يعني مثلا ما بينفع الواحد براحه اليد يحط ايده يعني بهذا الكف هيك، يحط ايده على جبهه المريض، لا الصح انه يقلب ايده بالجهه الثانيه. ليه؟ عشان الايد وهي مفتوحه فيها سوفت تيشو، وفيها يعني بتتكلموا بلاد سبلاي كتير، وبتتكلموا فيه كمان فاتي تيشو. لكن لو قلبناها اظهرها بتلاقي دغري سكن، وفي اللي هو النيرف اندينجز، ومباشره بيقدر يصير احساس ويقدر يعطي انه هل المريض الامامنا سخن او لا. طيب بقول لي التكستشر، واحنا قلنا ايش التكستشر؟ انه بستخدم ايش الفينجر تريبس، يعني اطراف الاصابع. واحنا قلنا ليش؟ انه بضغط بطرفي الاصبع زي الابهام مثلا والسبابه والوسطى مع بعض، ممكن ايش اعص شويه عشان احس ايش في تحت الجلد. لما انا اضغط على الجلد زي ما قلنا، زي واحد بيجي بيقول لي في كزدوني، في ورم او اي شيء، بحاول انا اضغط عليه واحسه، هذا اسمه تكستشر. اما انا لما امسك ظهر اليد اللي هو يمكن شفتوها في سنة أولى حكوا لكم عنها، إنه اليد من بظهرها يعني مقفاها من فوق، لو مسكناه وحاولنا نشد الجلد وثم رخينا الجلد، وفي أنا حاطط صورة لقدام حتشوفوها، هذا اسمه تيرجر. إيش اسمه تيرجر؟ الآن التمبريتشر يوز إيه، هي زي ما قال لي بدك تشوف التمبريتشر، بس استخدم الباك أوف زي ما حكينا. المويتشر بدك تشوف إيش الرطوبة، رطوبة الجسم، في عرق، في تصبب، في سوليوشن، في اي شيء لابريكيشن او حاجه من هذا القبيل. الاورجان لوكيشن اند سايز بدك تشوف ايش الاعضاء قديش موجوده، قديش حجمها، يعني زي انك تحس لا قدر الله وجود ورم، او تحس تشوف المعده كيف الشكل، منطقه الليفر كيف، وهكذا. شو اند سيمتريك، ايش يعني سلو، سوري سلو اند سيستماتيك، خليك عمال بطيء شوي شويه وبشكل منتظم. ودائما استخدم البالبيشن، هذا مهم، من اللايت للديب، يعني عمرك ما تعص كتير على جسم الانسان. لما نقول لايت يعني ليش الضغط بخفه، لما نقول ديب الضغط بعمق، لما نقول بخفه يعني قديش بده يكون، سنتي اتنين ماشي. لكن في بعض الحالات لما يكون ديب ممكن يصل ل 6 و7 سم، يعني بتكلم على 3 انش. ليه؟ خاصه في حالات لما بدي اتاكد، زي في حالات الابندسايتس، او في حالات لما بدي اشوف اذا بقدر احس الجول بلادر، اذا اللي هو الحوصله المراريه لانها بعيده شويه. اللايت بالبيشن نستخدمه في ايه؟ في التندرنس، في المناطق اللي فيها الم. الديب بالبيشن بيستخدم دائما لما يكون في ابدومينال اورجان زي ما احنا قلنا بنحسه، او في لا قدر الله ماسز. اطلعوا كيف المنظر اللي احنا قدامنا، في هنا لايت بالبيشن، الطبيب اللي عماله حاطط ايده زي ما انتم ملاحظين، هو واقف هنا على اليمين، الايد اللي مستخدمه ايده طبعا ما فيش فيها اظافر، وهذا كثير لازم نفهمه، لانه كثير مرات بتصير اشكاليه بعض الطبيبات بالذات بتخلي لها اضفرهان او اضفرهان ما بعرف، ومرات الاطباء كمان، فبيجي بيضغط بصير بيتوجع المريض مباشره، فبيفكر انه في الم في هذا المكان، هو ما تالمش من اي بروبلم، وانما تالم من الاظفر تبع المريض الطبيب. لاحظين كيف الديب ولاحظين كيف اللايت، الان هي الديب شوف كيف، اذا بتطلعوا معايا مع الضغط حتى هي الخيال مبين، ضغط اصابيعه لجوا خاصه في منطقه المكبيرني بوينت، او بنتكلم الرايت اللي هو اللور كوادرنت.
اللي هي منطقة الابندسايتس. أما هنا لاحظوا إنه كان حاط إيده مفتوحة، هنا مضغوطة شوية، خاصة في المناطق اللي إيش؟ إذا بدك تعمل ديب أسسمنت. طيب، principles for accurate palpation، شو المبادئ والأساسيات عشان يكون عندنا البالبيشن دقيق جدا؟ أول حاجة الإكزامينر فينجرز حكينا عنها، لازم يكون شمالهم شورت. طيب، يوز سنسيتيف بارت حكينا عنها، استخدم إيش؟ منطقة الحساسة من أصابعك، ما تستخدم اللي هو ظهر الأصابع. ابدأ باللايت بالبيشن وبعدين خش على وين؟ على الديب بالبيشن حكيناها. start with a light then deep بالبيشن. لاحظين إحنا كلام بعيد بعضه. tender area إيش مالها؟ المنطقة اللي فيها ألم إيش بقوله؟ palpated last، يعني في الآخر بنحاول نعملها assessment. حاضر. client must relax during palpation، لازم المريض يكون مرتاح أثناء إيش؟ البالبيشن. خلي الكلاينت دائما إيش هنا؟ يأخذ دائما deep breath. الإنسان الطبيعي لما بنقول له خذ نفس عميق ويلا طلعه شوية شوية، مجرد ما الإنسان يأخذ نفس عميق ويطلعه شوية شوية إيش بصير عنده؟ بقول له enhance muscle relaxation، بتلاقي عضلات بطنه بترتخي، عضلات جسمه بترتخي، بصير إمكانية إنه نعمل بالبيشن بشكل دقيق وصحيح. لكن لو كان شادد، يعني تخيلوا معي لو البطن عضلاته شادة وأنا حطيت إيدي على البطن لقيت عضلات شادة، ايش حقول؟ حقول there is ايش؟ acute abdomen. كلمة acute abdomen او severe abdominal pain او مثلا abdominal rigidity، يعني معناته في مشكلة. فانا بستعجلش في الحكم، وانما بطلب من المريض انه يكون ايش؟ soft and relaxed during deep low respiration inspiration and expiration. طيب، بقول لي هنا depressed area، المنطقة اللي بدك تضغط عليها must be approximately 2 سم، يعني لو بدنا نعمل في اللايت تاتش ما نضغطش كثير، حاول نضغط قديش؟ يعني لو بدنا نضغط ما نضغطش الا 2 سم، الا في بعض الحالات لما بدنا ديب شيء ثاني. assist trigger، رجعنا قلنا كلمه trigger، التيرجر شو هو؟ بقول لي ها slightly يعني بشكل خفيف grasping تشد البادي بارت with finger tips ان تشد الجلد تبع المريض بأطراف أصابعك، وأفضل شيء إنك تمسكه بالإبهام وبإيه؟ بإصبع السبابة، بالإبهام وإصبع السبابة. كل واحد فينا بيقدر يعمل لنفسه، بيمسك ظهر الإيد اليسرى وبروح بأصابع اللي هو الإبهام والسبابة تاعت الإيد اليمنى، وبمسك ظهر الإيد اليسرى وبشده، بشد الجلد ثم برخي. الآن إذا رجع مباشرة الجلد بنقول إيش هنا؟ بنقول إلاستيك سكين. لما نقول كلمة elastic skin يعني جلده كويس وبيرجع طبيعي. لما ما يرجعش الجلد بنسميه inelastic. ايش الفرق بين elastic و inelastic؟ وبإمكانكم تشوفوا حتى بعض المقاطع على الفيديو بتشدها بتحكينا عن هذا الكلام في اليوتيوب. هذا بيعني انه inelastic اما dehydration او some problems، يعني للأسف أدت انه في low fluid in the body، فيش سوائل، او ايجينج بروسيس يعني مع كبر السن زي في العجائز. البيركشن، البيركشن زي بتلاحظوا معايا هي المريض قاعد شوية وداير ظهره، وهي الطبيب. لاحظين معايا كتير من الناس، ويمكن انا حزين ان اقول لكم الاطباء كمان كتير منهم بيخطئوا، بصير عندهم بيعمل صح بيعمل بيركشن بس انكوريكت، يعني ما بيكونش دقيق. لما نكون كوركت ويكون يعني ترو بيركشن، لا نستخدم الا اصبعين. خليكم معي، لا نستخدم الا ايه؟ اصبعين. هلقيت هذه الايد اليسرى وهذا الايه؟ اليوم الفوق اليمنى. الان الايد اليسرى بناخذ الميدل فينجر اوف ذا الميدل فينجر اوف ذا ليفت هاند اند ميدل فينجر اوف ذا ايه؟ رايت هاند. هنا بنحط الايه؟ خليكم معايا، هنا بنحط ايه؟ الاصبع تبع اليد اليسرى على جلد المريض مباشرة، على جسم المريض، ويطرق هذا المكان الثاني، يطرق بالاصبع تبع الايد اليمنى فوق الديستال فالينكس. ايش عند الديستال فالينكس؟ اخر الان اطلعوا كيف جمع فالينكس اللي هو فالينجيز. ايش عند الفالينكس؟ اللي هو بنتكلم على فقرات الاصبع نفسه. كل اصبع فينا في 3 فالينكسز، 3 فالينجيز، في ثلاثه، في عندك اللي هو اول حاجه، وفي اللي هو في النص، وفي الاخيره اللي هي الطرفيه.
الطرفية بنسميها ديستال. فأنا بدي لما نضغط بصبعنا الأيسر على الجسم ويجي صبعنا الأيمن يضغط فوقه، يضغط على بس على آخر فالنكس، عشان ما بديش يضرب على أي مكان، بدي يضرب على موضع الجوينت، لأنه موضع الجوينت هو اللي بيعمل إيش الصوت. وإن شاء الله إذا ربنا قدر وعدنا إن شاء الله للجامعة حمثل أمامكم عمليا وحتكون أمور واضحة. والآن لو فتحنا أي مقطع اليوتيوب حيريحنا مش حيكون في أي مشكلة. طيب إذا بتلاحظوا البركشن شو بقول لي أنا؟ بقول لي تابينج بادي بارتس. إيش يعني تابينج؟ يعني كأنك بتنقر، كأنك بتعمل هذا الصوت، بتنقر إيش؟ على الجسم. تأسس إيه؟ عشان تشوف هل في تندرنس، في تشوف السايز، تشوف اللوكيشن، تشوف الدنسيتي الكثافة، يعني هل كتير كثيف هذا التجمع اللي أنت حسيته أو الورم ولا قليل. في دايركت وفي اندايركت. الدايركت بيركشن بستخدم إيش هنا؟ إما إصبع أو اثنين، one or two fingers، زي إيش؟ زي في حال الساينسز، زي واحد بيقول لك أنا عندي صداع، باجي أنا بطرق على جبهته من الأمام طرقة بسيطة وبقول له إيه حاسس أنت في عندك ألم ولا لا؟ الطرق البسيط هذا بدليل إنه في عنده ألم ولا لا. إذا عنده ألم بقول في عنده ساينسايتس. طبعا هذا اسمه دايركت. لما نقول اندايركت، لا اللي هو هذا الاندايركت هو هذا. بس إيش نشرحه؟ خلينا نشرحه. إنه بستخدم الميدل فينجر، إصبعي في النص of the left hand، left hand يعني إيدي الشمال، against the body، بحطه على جسم المريض surface with the palm. palm إيش يعني palm؟ يعني راحة الأصبع، مش ظهره، راحة الأصبع. and fingers remaining off. إيش يعني fingers remaining off؟ لو رجعنا شوية، حاطط إصبعه وباقي الأصابع وين؟ مرفوعات. يعني إيش اللي ملاصق لجسم المريض؟ فقط الإصبع، فقط الإصبع الأوسط من اليد اليسرى. عشان هيك هذا الخطأ اللي بيقعوا فيه الأطباء. الأطباء مرات بحط إيش؟ بحط كل إيده. منفعش، بتلاقي حط أربع أصابع أو خمسة أو ثلاثة، إحنا بنقول بس إصبع واحد، واللي يطرق بس إصبع واحد. طيب والتاني بقول إيش هنا؟ remaining off the skin، بنخلي الباقي الأصابع طلعت لبرا. الآن إيش بقول لي كمان؟ and the tip of the middle finger، tip of the middle finger، ايه هنا بقول لي of the right hand strike، انه برضو طرف الاصبع الايمن من اليد اليمنى، انا بحكي عمال عشان تفهموها، بيطرق على ايه؟ على الديستال جوينت. ايش قلنا؟ الديستال فالنكس، ديستال جوينت تبع ايه؟ الاصبع اليسرى. ليه؟ عشان يسمعني الصوت اللي جوا. بقول لي use a quick and sharp stroke. ايش يعني use a quick and sharp stroke؟ يعني بقول لو سمحت لما انت تحاول تطرق على جسم الانسان، ما تطرقش كأنك بتطبل على طبلة او كأنك بتدق على شيء، خليك سريع عشان تسمع اي صوت غريب. طيب في حاجة اسمها انا percussion sounds، اصوات بتطلع واحنا قاعدين بننقر. يعني انا حكيت في البداية لما انقر على الرأس غير لما انقر على البطن. في حاجة اسمها هنا خلاص يكون أصوات حنذكر اسمها. أول صوت اسمه ريزونانت. ما حد يقول إيش معنى ريزونانت؟ رنان بغض النظر. ريزونانت هذا الصوت، الريزونانت على النورمال لانج، يعني الصوت. عشان واحد يقول لي طب كيف هو يا أستاذ؟ ولا حاجة، إحنا بنجي على النورمال لانج اللي هو الرئة اللي عندك والرئة اللي عندي والرئة اللي عند أخوك وأخوك وهكذا، وامك وامك، لو انت حاولت تنقر عليها حتسمع صوت. هذا الصوت اسمه ريزونانت. طيب ايش الهايبر ريزونانت؟ يعني الصوت العالي. الصوت العالي بيصير في الانفانت لانج. ليه؟ لانه دائما الانفانت لانج ايش مالها؟ دائما مليئه بالهواء عشان سرعه التنفس. وفي بعض الحالات اسمها الانفيزيما. ايش الانفيزيما؟ هي عباره عن هروب، الانفيزيما هروب الهواء من الحويصلات الهوائيه. في بعض الحالات الغريبه زي في حالات لا قدر الله الجن شوت صابت، او الستاب ووند، يعني حالات اللي هو واحد اكل طعنه بسكينه، او حالات يعني الار تي اي الصدع، يعني الحوادث بشكل عام. هو مش موضوع، انا بذكر مصطلحات، ما حد يخاف يقول هذه الشغلات بدها عملي، لا الامر ابسط مما يعني تتوقع. الصوت الثالث اسمه تيمباني، اللي هو صوت المعده. لو جينا عند المعده، جينا عند المعدة مش تكون مليانة، يعني الإنسان يكون وسط المعدة بطبيعتها، الأكل بينزل لتحت والسليوشن والهواء بيكون طالع لفوق، لو طرقنا عليها بيطلع صوت. الصوت هذا ايش اسمه؟ تيمباني. لو حدا سألني وين المعدة،
اوعكم تنسوا الاناتومي، المعده شويه في الشمال لفوق، شويه في الشمال لفوق. اما الاورفيس تبعها فوق بدايتها اللي بسموه الكاردكس فينكتر اللي هو بدايتها جايه شويه على الوسط، يعني قريبه شويه من وسط الصدر. الضل، ايش هذا الضل؟ الصوت اللي بسموه القاتم، صوت الغليظ، زي ايش؟ صوت الليفر والسبلين. لو حد سالني وين الليفر؟ عقبال المعده على اليمين، وبياخذ له شويه حيز. طب وين السبلين؟ بنذكركم على الشمال تحت الايه؟ تحت شويه من اللي هو الاستومك، تحت اللي هو المعده. فلات، الصوت المسطح اللي هو ايش بقول انا؟ يعني نو اير، يعني ما في لا هواء ولا في سليوشن. طب ها ايش؟ زي ايش بقول لي؟ زي الثاي ماسلز، زي عضله الفخذ، زي البون العظم، زي التيومر لا قدر الله، انه على في تيومر وعامل لي السوليد يعني جامد، فلما بضغط عليه اسمه ايش انا؟ فلات. زي ما نضغط على اللوح المسطح او نضغط على الحيط اسمه فلات. طيب اوسكلتيشن، طبعا انا هذه اجهزه بيستخدموها للسماع خاصه، مش احنا، في بعضهم بيستخدموها جديد كمان في عمليات الالترا ساوند اللي هو لما بدهم يعملوا خاصه للبيدياتريك الاطفال. احنا اللي بيعنينا السماعه هذه، لكن السماعه اللي انا بقصدها مش السماعه العاديه اللي بين ايديكم، انا بتكلم على الميديكال ستيثوسكوب. الميديكال ستيثوسكوب لها راسين، واكيد منكم كثير لقيت حد ما يسمعنا انا بحكي حيتذكرها. في حاجه اسمها بل وديافرام. ايش يعني بل وديافرام؟ يعني لها حافتين، حافه كبيره زي الموجوده عندكم اللي هي المسطحه الدائريه اللي موجوده في السماعه اللي معكم، والثالثه او الثانيه هي الصغيره جدا اللي بيستخدموها لما بدهم يسمعوا اصوات دقات القلب واصوات حركات القلب خاصه في الاطفال. طيب الان الاوسكلتيشن، اذا بنتكلم على السماعه الان ايش بقول لي؟ هاي السماعه اللي انا حكيتها، هذا الطرف اسمه بيل سايد، وهذا الواسع اسمه دافرام. وانا بذكركم يا ريت الكل لما بقول دافرام الجي لا تلفظ، الجي سايلنت، دافرام مش دافراجم، نو يبقى معناته دافرام. وهذا اللي انا بدي استخدمه بالاسسمنت، بدي استخدمه هو ها هذه السماعه. هذه السماعه اسمها ايه؟ اسمها ميديكال ستيثوسكوب. طبعا ممكن احنا نستخدم سماعه ثانيه، لكن ان وجدت هذه هي الافضل في الاسسمنت. طيب طيب إيه؟ ليش انا بستخدم الاوسكلتيشن؟ بستخدم الاوسكلتيشن كمان مره listening to body sounds، بدي اشوف اصوات اللي هو الجسم، بدي اشوف الموفمنت اوف اير حركه الهواء زي في اللنجز، بدي اشوف البلد فلو زي حكايه الهارت، بدي اشوف الفلويد الغاز موفمنت زي في البولز اللي هو يعني الامعاء. ريمبر دائما ذا ساوند تشينجز، دائما بدك تتذكر ذا في اصوات متغيره في الجسم الانسان عشان انت تقدر تعرفها. طيب خلينا نكمل. هاو تو بجين، كيف انا ابدا؟ بقول لي البوزيشنز، دائما البوزيشنز اللي احنا حكينا صورهم في الاول، بس بنذكركم هنا بقول لي دائما استخدم البوزيشن المناسب لما انت بدك تعمل، يعني ممكن يكون شوية قاعد، ممكن يكون شوية نايم على ظهره، بس على بطنه لا بنفعش، وريكومبنت مش حينفع زي ما احنا قلنا لانه بثر عضلات البطن. طيب بقول استخدم انا يعني ما تستخدم، يعني بيجي بعض الناس بقول لك قديش استخدم اللي هو الاستيثوسكوب. طبعا هذا السطر هذا كله يقصد هنا انه بقول لي longer the tube more sound has to travel. احنا مش شرط يعني نستخدم يعني طويل جدا، احنا السماعه اللي معنا تقريبا يمكن طول الطول يمكن 40 50 سنتي، حتى بتصلش 50 سنتي، 40 سنتي تقريبا ما بين اللي هو راس السماعه وما بين انا بدي ابدا اسمع. لو استخدمنا اطول مش كويس، زي يعني مش معقول واحد يكون مستخدم له يعني زي مترين عشان يسمع، فهو يعني كانه بقول لنا نستخدم السماعه الطبيعيه. Hold diaphragm firmly. إيش يعني diaphragm؟ إحنا قلنا هاي diaphragm، عشان نعيد كم مرة، هاي diaphragm هاي. طبعاً إيش بقول لي؟ امسك diaphragm. إيش بقول لي؟ امسك diaphragm against، يعني حطها على إيش؟ على skin of the client. Against the client's skin، يعني اضغطها مباشرة بدون إيش هنا؟ ها. Not through clothing. إيش يعني؟ مش من خلال الملابس. ليه؟ عشان ما يصيرش الصوت يتخربط. اما لما تستخدم البل اللي هو الجزء الصغير
الجزء الصغير من السماعة، ما تضغطش كتير، لأنه لما تضغط كتير كأنك ممكن توجع المريض، لأنه أنت تخيل معي الآن الديافرام واسع، لما نضغط عليه بينزلش كتير في جسم الإنسان. أما لما نستخدم الصغير اللي هو الطرف الصغير بتلاقي الإنسان اللي هو السماعة دخلت لجوه شوية، عشان هيك بدناش نضغط كتير. لسن، خلي إيديك يكون فيه دافيات شوية عشان ما يبردش، خاصة في الأطفال. بعدين اسمع كويس وحاول تركز في ايه، في الاصوات. الاولفاكشن، لو حد سالنا الاولفاكشن هو انذر سكيلز، يعني حاجه تانية بس كويسه ومهمه وبدنا اياها. بتلزمنا في ايش يا استاذ؟ بتلزمنا انه ممكن يكون في بعض الروائح بتطلع للمريض بتعمل شغلات خطيره. زي كيف البادي اودرز؟ ما بقول لك تعال شم المريض او اقف كانك بدك تشم ايديه ورجليه، نو 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 نو، مش هذا القصد. بيطلع بعض الاشياء اللي بتعمل عنده، بعض الاشياء اللي بتعمل عنده ريحه معينه، وهذه الريحه يمكن شويه تدلل انه في مشكله. زي حاجه الان هقول لك اياها اسمها دايبيتيك كيتو اسيدوزز. مثلا دايبيتيك كيتو اسيدوز زي ايش؟ اللي هو حرق السكر اللي بصير عند بعض المرضى اللي عندهم سكر. اقول لكم كيف، خلينا نقول الان سميلينج، بقول لي بدك تشم عشان اذا في ابنورماليتيز، اذا في اي اشياء غير طبيعيه، غير طبيعيه ممكن تحددها عن طريق الايه، الشم. فلو مريض السكر، هذا مريض السكر الان في مشكله عنده، انحرق السكر، لما انحرق السكر صار عنده بدل ما يستخدم الان الجلوكوز والكربوهيدرات صار يستخدم جسمه الفات، فصار حموضيه في الدم، وانتم عارفين بصير كل جرام يطلع 9 كيلو كالوري في الفات، فهنا بسموه حموضيه في الدم. فكيف بنعرفها؟ فقط من ريحه نفس المريض، بيبقى نفسه ريحته زي التفاح اكرمكم الله المعفن، زي ريحه التفاح المخمج، يعني زي اللي متروك لوقت كبير وصار له ريحه سيئه. هذا الريحه بتدللنا انه ايش؟ انه هذا صار عنده دايابيتيك كيتو اسيدوز. ولو ما شمناش الريحه مش هنقدر نتاكد الا من فحوصات ثانيه. اسسمنت بقول لي اوف كاركترستيك اودرز. كيف؟ طب لايش انت بدك تقول لنا الروائح؟ عشان ايش اللي بدك تشمهم؟ بقول لي مثلا الكحول، لو شمينا ريحه الكحول لا قدر الله، هو الحمد لله في غزة الحمد لله يعني شبه مش موجود هذا الكلام إلا ما ندر. لو شمينا ريحة الكحول زي ما موجود للأسف عند كثير من بعض البلدان برا من الفم، حنقول فورا إنه هذا ingestion of alcohol، يعني شارب كحول، يعني مدمن بما معنى. طب لو شمينا ريحة الأمونيا النشادر من اليورين، يعني واحد أجا قال لي يا استاذ ما انا بدي اكون شاطر، انا الان ماخذ ماده اسسمنت والناس عمال بتقدم في العلم، وانا حكيت لكم في البدايه يمكن تكون هذه اهم ماده في كليه التمريض، مش بقولها عشان انا بدرسها، لا عشان حتنفعك وتنفعك لمدى الحياه. بيجينا واحد بيقول لك انا بروح على الحمام بشم ريحه البول، ريحه سيئه كثير. بقول لك ايش؟ بقول لك زي النشادر. بنقول له افحص البول، لانه هذا ايش بدل؟ انه عندك يو تي اي اللي هو ايش اختصارها؟ اختصار لUrinary Tract Infection. طيب باد اودر فروم سكن، لو شمينا ريحه مش كويسه لكن في السكن اندر ارمز، يعني تحت الابط او تحت البريست، ايش هذا بتقول لي؟ في بور هيجين. طب واحد عنده او عنده اكسس بيرسبيريشن، بيرسبيريشن التعرق زائد. المصطلح الغريب اللي كثير ناس ما بيعرفوش، لما يصير عند المريض متعرق زائد كثير ايش اسمه؟ برومهيدروسيس. ايش اسمه؟ برومهيدروسيس. لما اقول كلمه برومهيدروسيس يعني اكسسيف بيرسبيريشن، التعرق الزائد اللي بيصير عند بعض الناس في الايدين او تحت الابط او تحت البريست. طيب فول سميلينج، الريحه السيئه المرات بتكون عند البيرسبيريشن برضه بندونها، مش كل الناس عندهم ريحه لكن لو كانت موجوده بندونها. طب ريحه الفيسز اكرمكم الله، يعني ريحه يعني كانه ريحه وسخ. ريحة الفيسز هذه لو طلعت من الووند ايش حنشك؟ اذا اجت من الووند فورا بدنا نشك في الايش؟ ووند ابسس. الان لو شمينا لا قدر الله نفس الريحة بس من وين؟ من الفوميتاس. يعني اجتني حالة وقعدت في المستشفى او في البيت مالوش له كم من يوم، بروح على الحمام يعني ما اخرجش له يمكن ثلاث اربع خمس ايام، وعماله بصير عنده فوميتنج، كل ما بياكل بصير عنده فوميتنج. لما بشم ريحة الفوميتنج صار في عنده ريحة فيسز، ايش بشك فورا؟ intestinal obstruction، يعني bowel obstruction، يعني انسداد معوي.
علشان هيك بنقول له لا تعال فورا، هذا اللي زيه حاله سريعه، بدنا نحاول ايش نعمل فاردر اكزامينشن، ممكن تحتاج عمليه جراحيه. طيب لو شمينا نفس الريحه من منطقه الريكتال اريا، ما حد يقول لي يا استاذ طب ما هي اوريدي هي من منطقه الريكتال اريا. لا يا استاذ انا بدي اقول لك صحيح منطقه الريكتال، لكن الحمد لله مع الطهاره والنظافه لا بنشمش هذه الريحه، لكن لو انشمت هذه الريحه بكون عنده فيكال انكونتيننس. ايش يعني انكونتيننس؟ بصير لا قدر الله عدم تحكم، زي بعض الناس اللي عندهم يعني نيورولوجيكال ابنورماليتيز او نيورولوجيكال ديزيز، يعني اي مرض عصبي ممكن ياثر على عدم التحكم عنده. طب الفول سميلينج، الفول سميلينج اللي هي خلينا نقول يعني الريحه الصعبه، او يعني الريحه الاوفنسيف اودر، يعني اللي بتكون كريهه من الستول، خاصه في حاله الانفنت. يعني بتيجي الام بتقول، ممكن تسالكم تقول لك انا الطفل لما بروح الحمام يعني كل البيت بنفتح كل الشبابيك والدنيا كلها مش عارف ايش نعمل، وحماله بيطلع يعني اخراج كتير. هذا ايش اسمه المرض؟ بشك في مرض اسمه مال ابسوربشن سندروم، مرض سوء الامتصاص. طبعا هذا ديسوردر صعب بنوديه على الاطفال بيشتغلوا معه هم، لكن احنا بدايه الطريق اللي قدرنا نشخص وقدرنا نعرف انه في مشكله. طيب هاليتوسز، ايش يعني هاليتوسز؟ الرائحه الكريهه لو اجت من الاورال، يعني واحد قاعد جنبي ريحه يعني تمه كثير سيئه، ما نروح لبعيد بكون عنده بور دنتال هايجين. الراحة ما حد يقول لي الا في بعض الحالات، بقول لك من الانترنال بادي اورجان زي من المعده، هذه حالات نادره، لكن بشكل عام من وين جايه؟ للاسف من الدنتال، يعني ابنورمال هايجين. طب السويت، ريحه الايش؟ ريحه يعني حاجه كانه زي ريحه الحلويات او ريحه الفروتي اللي زي اللي انا تو حكيتها. بيجي بعض الناس بقول لك انا شامم ريحه ايه؟ ريحه تفاح معفن. هذا ايش؟ هو الكيتونز اللي هو الكيتون بادي. طبعا لمين هذول؟ اختصاره دايابيتيك دي كيتو، هي كيتو اسيتوزز. ايش اسيتوز؟ يعني حموضيه، يبقى حموضيه ناتجه عن ايش؟ استخدام السكر من الفات. طبعا من وين انا عرفته؟ انا كحكيم عرفته ورحت قلت للطبيب. ماستي معناته التعفن، لو شم الانسان ريحه تعفن في وين؟ في منطقه الكاست. ايش الكاست؟ يعني الجبس. اجاني مريض مركب له جبيرة على ايده او مركب له جبيرة على رجله او اي طرف، ففجأة لقيت الريحة سيئة، فبقول له ايش هذه الريحة؟ بقول لي مش عارف تطلع مني ريحة سيئة، بستناش. هذا معناته في انفكشن انسايد كاست، يعني هناك التهاب تحت الجبيرة ويجب رفع الجبيرة فورا. انا ما برفعهاش، بحوله فورا قسم الطوارئ برفعه له الجبيرة. في حاجة اسمها الريحة النتنة، النتنة زي حاجة المبردة القديمة جدا، زي واحد يعني بقول لك ريحته مع البرودة الشديدة ريحة يعني قاتلة، هذا اسمها فتد. لما نقول فتد ريحة نتنة، لو شمينا ريحة نتنة من التراكيوستومي، خاصة التراكيوستومي اللي مركب له أنبوب يعني في زورو عشان يتنفس، بعض الحالات اللي عندهم difficulty of breathing او لا قدر الله عنده تيومر، حتلاقوا لما تروح تتدربوا بيركبوا له زي صفارة هيك شكلها في داخل منطقة الزور اللي في الرقبة، في وسط الرقبة بتنفس منها. لو صار فيها ريحة مش تمام فورا بنشك ايه؟ انه فيها infection. برضو هذا مهم. طيب البيزك جايد لاينز، البيزك جايد لاينز فور فيزيكال اسسمنت. انا بدي انا ايش الخطوط الرئيسيه او الاساسيه اللي بدي اعمل فيها فيزيكال اسسمنت؟ اول حاجه اوبتين نيرسينج هيستوري، خد التاريخ من المريض، مينتين برايفسي يعني حاول تحافظ على السريه تبعت المريض، اكسبلين ذا بروسيجر، عرف انت ايش اللي جاي تشتغله وايش اللي جاي تعمله عنده، لانه عشان يكون متقبل الامر ويعطيك كل المعلومات اللي عنده، وايش البيربوس لكل حاجه. يعني لما تيجي تقول له بدي انا اقيس لك الضغط ليش؟ لما تيجي تقول له معلش بدي اكشف عن بطنك عشان تقول له عشان كذا، انا والله لا معلش بدي اعمل لك تقييم واشوف وضع اذا في اي حاجه غير طبيعيه، بيرتاح المريض وبيعطيك المعلومات وهو بكل كامل اريحيته. فولو بلاند اوردر، ما تشتغل عشوائي، اشتغل حسب البلاننج، عندك خطة امشي عليها شوي شوية ما تيجي، يعني from body system to body system، from part to part.
نط فرو يعني فلوتينج، فلوتينج يعني نط، ما تنطش شويه شويه. طيب وهي رجع يذكرني كمان مره، انسبكت بالبيت بيركاس، واخر حاجه اسكلتيت، هذا الطبيعي لكل جزء اجسام ايش اعضاء الجسم الا في حاله الابدومين. حاله الابدومين ايش قال لي؟ انسبكت اطلع لاحظ، اسكلتيت استخدم سماعتك، بيركاس اخر حاجه بالبيض عشان ممكن يكون فيها الم. ليه؟ عشان خاصه خاصه. لو حدا سال يا استاذ طب ليش ما نستخدمش البالبيت في الاول؟ لو استخدمنا البالبيشن في الاول بتغير صوت الامعاء. لو تخيلنا واحد بدنا نعرف صوت الامعاء عنده شغاله ولا لا، لو واحد سالني هو الها صوت؟ اه يا استاذ الامعاء تبعتنا الها صوت، الصوت احنا بنسميه ويفينج ساوند، يعني اسمه الصوت. ايش يعني ويفينج؟ يعني ويفينج زي الموجات، صوت موجي زي الصوات اللي بتطلع من الفين اللي هو من ايش من الوريد، مش الاصوات اللي بتطلع من الشريان. الشريان طبعا اللي هو النبض، لكن في عنا لما بنتكلم على الويف يعني اشي زي الموجات. فبينفعش امسك البطن ثم بعد هيك اروح احط السماعه، بتغير الصوت. طيب if there is abnormality، اذا كان في شيء مش طبيعي، هنا بقول لا بدك تزيد الفحص. ايش يعني تزيد؟ بدك تعمل further data، يعني انتبه اذا طلع عندك شيء مش طبيعي يعني في الم، بدك تساله وين الراديشن اوف بين، وين الالم بشع، يعني وين بودي، وين بسمع حسب لغات المرضى، هل بتاثر من الطعام، هل البولز في عندها مشكله، هل بيقدر يؤدي المريض الاكتيفيتي اوف ديلي ليفينجز، كلها اسئله عامه. هذا ايش اسمها؟ بيزك جايد لاينز عشان تطلع بالفيزيكال. لسه انا لسه ما عملتش فيزيكال، ها اكزامينيشن كل اللي بعمله كله تحضير للفيزيكال اكزامينيشن اللي حنشرحه في ان شاء الله في الشابتر القادم. اسس سيلف فيزيكال اسسمنت، خلي المريض في بعض الحالات شغلات انا بقدرش اعملها اكزامينيشن، خاصه لما تكون فيها امبارسمنت احراج او هو بيرفض، خاصه الميل والفيميل. يعني ممكن نيجي ما ينفعش نيجي نقول للفيميل بدي اشوف البريست وكذا، خاصه اذا انت ميل او هي انت الحكيمه فيميل، ما بتنفع تقول بدي اشوف منطقه البريست او منطقه التستيكولار عند الميل للجينيتال اريا، او حتى منطقه الفوت يعني الفوت كير بالذات للناس اللي عندهم دايبيتك. ممكن المريض يكون مثقف، المريض فاهم مرضه، هو يقول لك لا الحمد لله انا طبيعي وانا عارف انت عن ايش بتسالني، ما عنديش تقرحات، ما عنديش اي امراض، ما عنديش اي اشكاليه. لو عنده حيقول لك، اذا قال لك احنا ممكن نبلغ الطبيب الاخصائي. طيب allow time for client questions، خلي دائما وقت مناسب للمريض يسال، ما تستعجل انك انت تخليه وكانك بتقطم عليه الكلام وبتخلوش يحكي، خليه براحته يحكي. remember دائما ذكر the most important، يعني لما يقول لي بالاحمر the most important، مش واحد يقول لي يعني اه مهم للامتحان، لا يعني اهم guideline، اهم guideline لك في الفيزيكال ايش هو؟ continuous practice of physical assessment skills. ايش يعني؟ يعني بقول لي اهم guideline لك وانت بتعمل assessment الاستمرارية، ها وما تقطع الاسسمنت الا في حالات. متى بقطع؟ إيه اذا كان والله كبير في السن، او يعني لا سمح الله مش متعاون معي، او لا قدر صغير جدا، في هذه الحاله بقول لك اقطع الاسسمنت وعاود كملها. لكن للنورمال كلاينت عشان ما تنساش ابدا معاه وكمل، طول ما هو متحمل كمل معاه. طيب في عندنا حاجه اسمها فاريشن، اختلافات في الفيزيكال اسسمنت زي في حاله البيدياتريك. انا تو حكيت ايش قلت؟ قلت مرات يعني مرات انا بحتاج البيدياتريك مش بتعاون معايا، طب انا بدي انا اشوف بدي اعمل تتابع سيكونس اوف فيزيكال اسسمنت. ديبندس يعتمد على ايش؟ على الديفلوبمنت ليفل اوف ذا كلاينت، بس بيعتمد على مستوى تطور ايه؟ تطور المريض. والله اذا الطفل مستوعب بامشي معه، مش مستوعب يعني صار يعيط زي الاطفال الصغار كثير او خاف او عنده رهبه باجل، بصير اقسم حاله الوضع الاسسمنت حسب استجابه الطفل. بقول لي دائما كمان ايش بقول لي انا؟ استابلشمنت اوف ريبورت، لما تيجي دائما بدنا يعني نعمل، يمكن انا في خطا مطبعي، هي يعني الصح
مش ريبورت هي. يا ريت اللي بيسمعني، معلش انا نسيت اغيرها، الاي بتتغير بتصير اي، رابورت وليس ريبورت. هو هنا يقصد حتى في خطأ يبدو مطبع في الكتاب نفسه. استابليشمنت لازم تبني، رابورت معناتها الثقة، معناتها ايش؟ تأمين الطفل. ايش تأمين الطفل؟ لازم تحط ثقة بينك وبين، يعني تخلي الطفل يثق فيك. عشان ايه هنا؟ عشان most essential to step in the physical assessment data. قبل ما احنا نقدر نروح على المريض، على الطفل هذا اللي مش راضي يتعاون معنا، لازم يكون يعني بينه وبينه ثقة. عشان سميتها establishment، ابدأ وحط جسور للثقة بينك وبين الطفل عشان يقدر يعطيك المعلومات. reduce fearing، خفف الخوف. مجرد ما اطمئن لك خفف. مش معقول تيجي تعمل assessment ومعلش يا أستاذ أنت ما شاء الله عليك طويل ولابس هالكوت زي بعض الناس اللي كانوا يخطئوا في هذا الأمر، وحاطط كمان إبرتين في جيبته، يعني سرنجين، يعني الطفل طبعا يعني ما ضلش في دم، التمس يعني. فقبل ما تبدأ بدك تكون إيش؟ تخفف الإيش؟ الخوف عند الطفل. الآن في بعض الحالات طبعا أنا مضطر غصب عني أعمل له أسسمنت، مضطر. الطفل مش متعاون زي في حالات المينينجايتس، أنا مضطر أعمل أسسمنت. أو زي في حالات لا قدر الله افرضوا في فيرم بادي مثلا أسبيريشن، طفل بلع شيء وهو مش متعاون، أنا بصبرش في هالحالة، بدي اضطر اعمل له فيزيكال ريسترينت. ايش يعني فيزيكال ريسترينت؟ بدي ربطه، بدي اكتفه. طبعا مش ربطه يعني بدي اروح اشتري يعني حبل واقعد اربط فيه، المقصود هنا انه خلي حد يتعاون معي يثبته منيح عشان اقدر اعمل اكزامينيشن بدون ما انا اضر ايش؟ بدون ما اضر الطفل. زي ما مع الاطفال زي ما مع الكبار في تغييرات. الان بعض الحالات بقول لي انت ممكن تستخدم كمان حاجه اللي هو بسموه الكير جيفر. مين هو الكير جيفر؟ اللي بتعطي الرعايه والعنايه للطفل. ممكن تجيب يعني مش شرط تكون الام، يعني ممكن انت تحتاج حدا يساعدك وانت بتعمل اسسمنت. يعني مثلا زي امه، اذا امه مش هي، اذا خالته، اذا عمته، اذا زي ايش زي هيك، ممكن يجي يقول لك انا يو ماست فاسيليتيت اكزامينيشن. ايش يعني فاسيليتيت؟ تساعدني لانه انا مش قادر امشي مع الطفل. فبتيجي الام بتمسك الطفل بتحمله، ومش عيب حتى ومش غلط، ممكن هي تحمله ويجي الطبيب يقعد يسمع نفس الطفل وهي حملاه، ما في مشكله طالما اطمئن لامه او لخالته او لعمته. طبعا انا assessment approach دائما ايش based on ايش؟ child's response، يعني بجيش استعجل، حسب استجابه الطفل بامشي. صار يعيط بوقف. uncooperative، ايش uncooperative؟ اذا كان الطفل اللي قدامي مش متعاون، ما جيش اقول اوف هو لازم كل الاطفال يكونوا معانا متعاونين. لا، لازم نعرف احنا كتمريض انه السلوك يعني دائما الحرك للاطفال هذا طبيعي، يعني الطبيعي الطفل يكون بيتحرك كثير، طبيعي الطفل يخاف، طبيعي يرفض. اللي مش طبيعي انه يقول لك تفضل لانه مش كبير هو في السن. فدائما لازم نعرف انه هذا يعتبر نورمال. اذا لقينا الولد مش متعاون معنا لازم نعتبره نورمال. الشطاره فينا كيف نخليه متعاون معنا، اما بمساعده الاخرين او انه هو يكون يعني معنا. بنقسم الاسسمنت شوي شوي. طبعا هنا كمان في فاريشن، وين في الجرياتريك في حاله كبار السن. انا مش حاجة اقول والله بدي انا اعمل ثقه وبدي اجيب اهله وامه، مش معقول لانه اختيار او عجوز عندي. الآن بنذكر إنه في عنا normal variation. إيش يعني normal variation؟ في اختلافات طبيعية العلاقة بالإيجينج. يعني ما واحد يجي يقول لي والله لقيت ظهره عامل كذا، والله لقيت اللي مش قادر يقعد، هذا normal يعتبر، أو مش قادر يقف هذا normal. لكن الأبنورمال إذا كان في عنده أشياء بيشكيها وباقي اللي في سنه ما بيشكوهاش. أهم في الموضوع إنه you must divide the physical assessment، لازم تقسم الأسسمنت اللي في الأجسامه لعدة مراحل. إيش يعني؟ يعني ممكن تيجي يوم تعمل assessment للlower limbs تتركه، تيجي في فترة تانية للupper limbs تتركه، بعدين للأبدومن. ليه؟ لأنه العجوز أو الاختيار ما بيقدرش. لو أنت تخيلت وتقول أقعد يا عم الحاج شوية بس، هيقولك أنا متت، مش هيقدر يتحمل. ما تتوقع أنه زيك هيقدر يتحملك، لا مش هيقدر. provide room with a comfortable temperature، الاختيار بالذات بده comfortable temperature لأنه عنده حساسية للبرد وللشوب أكثر منك ومن الأطفال. فممكن تلاقيه في عز الشوب ولابس ملابس، واللي عنده جده أو جدته ممكن تلاقوا زي هيك. ليه؟ لأنهم هم
حساسيتهم خاصة النيرف اندينكس نهايات الأعصاب في مرحلة الشيخوخة تبدأ تضعف. اللو سفشن تايم تذكرين ترسبوند على مهلك على الاختيار أو العجوز وأعطيه وقت كافي حتى إيه يستجيب. الآن إذا استجاب بمشي، ما استجابش بوقف. ودائما دائما كويس كويس إذا بيقدر يقعد، ها إذا بيقدر يقعد بيكون كويس if possible. إذا ما بيقدرش نيمه بالشكل اللي هو بيرتاح له. And give him إيش full time to understand you. يعني لو سألك الاختيار أعطيه وقت مناسب، مش زي الشباب أو زي الصغار ممكن يسألك، ممكن يقول لك يا ابني إيش هذه، ما تقدرش تقول له أنت تو سألت، أو كل ما يسألك جاوب، حتى لو أعاد السؤال عن الشيء بعدة جوانب برضو لازم نجاوبه. احنا في الاخر رسل للمهنة الانسانية، ولازم نكون يعني دواعي سرور، وان شاء الله نكون يعني كمان مفرحين للي بنعمل له اسسمنت ومبهجين. طبعا احنا معلش يعني يمكن انا طولت شوية، بس مضطر يعني اخلص الشابتر. سامحوني ان انا اخذت يعني 41 دقيقة، انا بالعادة بطلعش على 30 بس هذه المحاضرة عشان يعني بدناش نقطع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.